اخبار. بابا قول علوم. بابا قول علوم. بابا ايش قول علوم؟ علوم. ايوه. صباح الخير يوتيوب. اليوم راح المطار عشان نروح جده ان شاء الله. بابا بيوصلني. اوكي جيت المطار. رحلتي لسه بعد ساعتين. باكل ساندويتش وبس. مره تعبان الصراحه، نفسي انام. ركبت الطيارة فاضية على كل الكراسي حقتي. الحين احنا في جدة صح؟ صايم؟ ايوه. ما شاء الله تبارك الله. حسام ايش بنسوي؟ بنلعب ماري بارتي. مين فايز؟ سلطان. سلطان ايش شعورك انك فايز؟ كأني دخلت الجنة. مرة. بيتفرج على فيديوهاتي. رجلينك انسدح انسدح. لا طبعا مرة خفيف عمر، حتى انا اقدر اشيله. هاي الحمد لله وصلت جدة أمس. وبس طبعا كالعادة أمس سهرت مع قرايبي ونمت ممكن 10 ساعات عشان كنت مرة تعبانة بعد السفر. اليوم يوم جمعة، معناته كل العيلة حيتجمعوا في بيت جدتي عشان يفطروا. ايش بتسووا؟ بس قر 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 بس قر قر قر. قرر عشان تسوي اكل حبيبتي. حلوه انت يا حبيبتي، سوي اكل. ايش سويتوا؟ سويت الجيمات، سويت سبرينغ رول. ايش هذا؟ هذا ممكن اليوم؟ هاي فيلبين. هذا ايش هو؟ هذا سامبوسا بلحم، هذا بيتزا، هذا ماسي. ماسي ورا وما كمستا ابوتي افا كبار كبار باي مو حلو. ليش مو حلو؟ هذا اسمه مسخن. طيب انتوا اكتبوا لنا في الكومنتس، قولوا لي انا ووسام ايش اكثر اكله تحبوها وقت رمضان، صح؟ يكتبوا لنا ولا ما يكتبوا لنا؟ ايوه. هتصوري معايا يا حنان؟ انت بتسوي الفيديو دحين؟ ايوه. قولي هاي. هاي. ايش اسمك؟ حنان. كم عمرك؟ 8. ايش اكلك المفضل في رمضان؟ بيتزا. بيتزا مو اكل رمضان حنان. بيتزا. بيتزا مو اكل رمضان. طيب سمبوسك حلو. قولي لهم يكتبوا ايش اكلهم المفضل في رمضان في الكومنتس. يلا قولي. اكتبوا اكلكم المفضل في الكومنتس. ايه شاطرة كفك. شايفين فوق هنا؟ ايوه اعرف هذه. شايفين المخدة دي اللي فوق؟ ايوه. هذه المخدة ممكن ليها 10 سنين. اعرف. انت كم عمرك؟ لا تنسين ممكن. ايوه انت كم عمرك؟ 10.
طيب قبل ما انت تولدت هذا المخدة اللي فوق اترمت وانا اصلك هي مرة بلد. وما حد جابها خلاص للأبد جلست فوق. لما كنت نبات هنا كنت اخاف منها. قديش باقي على الفطور؟ سبع ساعات. سبع ساعات؟ سلاحك واحدة. شوف ساعة واحدة؟ كم؟ لا واحدة ساعة نص ساعة. نص ساعة؟ اه صح. صايمة حنان ولا ما انت صايمة؟ صايمة ما شاء الله تبارك الله. لسه في شغلات احلى بنسويها. لازم نصور اكل عشان رمضان، لازم نصور اكل في رمضان. جدي كيف حالك؟ تصورين يعني؟ ايوه. طيب انا كم اقرا القران بس. اليوم الأحد، البيت فاضي مقارنة بيوم الجمعة، بعد شوية وقت الفطور. عارفة إيش حتقولوا؟ الفيديو قصير. حاضر إن شاء الله يوم التلوت حطول لكم هو، ويعني حنزل لكم 3 مرات في الأسبوع فلا تشتكوا. إن شاء الله عجبكم أول فلوج من فلوجات جدة. كثير منكم بتقولوا لي أسوي ميت أب، بفكر أروح بازار، فقولوا لي في الكومنتس إيش بازارات جدة اللي لازم أروحها، وأقول لكم في سناب شات متى رايحة وفين رايحة عشان كلنا نتقابل ونتجمع ونتصور. الأسبوع الجاي مرة مشغولة، بكرة بروح عند عمتي، يوم التلوت في عزيمة في بيت خالتي، يوم الربوع بنطلع مكة، يوم الخميس جاي أختي، يوم الجمعة في عزيمة في بيت عمتي. هذه هي الحياة في جدة وقت رمضان. على فكرة هذه الغرفة اللي أنا بايتة فيها حاليا، كل ما أجي جدة لازم أقعد في بيت جدتي. قبل ما أروح بس بقول لكم، هذا الحمام لما كنت صغيرة كنت مرة أخاف منه، ما أعرف ليش، كان مرة مرة يخوفني، ولين الحين شوية لما أجي أنام شوية أخاف. المهم إن شاء الله عجبكم الفيديو، لا تنسوا تحطوا لايك، اشتركوا في القناة عشان بننزل 3 فيديوهات في الأسبوع وقت رمضان، فلا تنسوا تسووا سبسكرايب، وشوفكم إن شاء الله يوم التلوت. مع السلامة.